تحياتي. الكلاسيكو بينتهي بفوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة في ملعب برشلونة. الكلاسيكو بينتهي بطريقة شفناها كثير، مش ككلاسيكو، كمباريات مع ريال مدريد، مش بس اليوم أو هذا الموسم، بفترة طويلة اتعودنا الفريق اللي بيلعب أحسن من ريال مدريد ساعة كاملة وما بحسم الأمور بالأخير بتنقلب الأمور ضده أول ما ريال مدريد يعرف نقطة ضعفه اليوم. أيضا في سيناريو قصير مش كثير له زمان، سيناريو اسمه جود بيلينغهام، بيتكرر هذا الموسم وبيحصد النقاط. المرة هاي نوع الأساليب، هدف من نص الملعب تقريبا وهدف ثاني اتعودنا عليه منه بالوقت القاتل. اليوم رح نتكلم عن تفاصيل هذا الكلاسيكو وكيف ريال مدريد قدر يطلع فايز، ويعطي رسالة للجميع انه يبدو على الورق المرشح الاول للقب الدوري في ظل تذبذب مستمر من برشلونة. في البداية الكلاسيكو دخل في ظروف نقدر نحكي انها لصالح ريال مدريد. ريال مدريد عنده اصابات طويلة الامد زي ما بنعرف، لكنه تأقلم عليها مع بداية الموسم، تشكيلته الاساسية صارت معروفة، اسلوبه صار معروف في الملعب، في حين برشلونة هجمات الإصابات عليه جاءت بالتوالي. فاليوم الفريق تقريبا بصعوبة تقدر يحط 11 لاعب على أرض الملعب. تشافي هرنانديز بلش اللقاء صح زي ما بيقول الكتاب. أول شيء روميو بيلعب فترة سيئة، حط جوندوغان مكانه، الهدف الأساسي بوضع جوندوغان يطلع بالكرة أفضل مش بس جانب دفاعي. أيضا حط كانسيلو كجناح أيمن هجومي. جناح أيمن ليش؟ لأنه الفريق فعليا بده لاعب عنده القدرة يضغط على مندي أولا بشكل مستمر، عشان هلا بنشرح ليش، وبعدين عنده قدرة يصنع وعنده قدرة يرجع يدافع مع جونيور. وجود كانسيلو أعطى برشلونة مرونة بالشكل، فشفناه بيلعب 4-3-3 في فترات و 3-4-1-2 في فترات تانية لما كان فيرمين لوبيز يسقط خلف المهاجمين. وأي حد بيشوف التشكيل الأساسية بيعرف أن قوة ريال مدريد وتفوقه المطلق على برشلونة اليوم حيكون في خط الوسط، وبالتالي هي المعركة اللي لازم تشافي ينتصر فيها عشان يطلع بنتيجة طيبة. لما نيجي نقارن الأسماء هناك فارق جودة، فارق خبرة، فارق انسجام، فارق تنوع. تشافي فكر بهاي المعركة صح في البدايات، قال لك أهم شيء لما أطلع بالكرة ما أخسر الكرة وأنا مضغوط علي، فاستخدم أكثر من فكرة. كان جوندوغان الأساسي بدل روميو زي ما حكينا، أيضا كان دائما في دعم إلو من جافي وفيليكس وكانسيلو، كان يرجعوا أكثر عشان يأمنوا خيارات للتمرير يصعدوا فيها، نجحوا تماما بهذا الجزء. الرهان الثاني اللي نجح فيه رهان القتالية والحركية. الفريق قدم مجهود بدني رهيب من الدقيقة الأولى، ضغط رهيب على ريال مدريد على لاعبيه باستمرار بوجود شباب زي فيرمين لوبيز جافي، هذا الشيء ممكن للغاية. هدف مبكر لجوندوغان نتيجة هذا الضغط اللي صار من برشلونة، ثم فرصة أخرى أيضا من خطأ من كروس كادت تتسجل هدف لولا العارضة ما حرمت فيرمين لوبيز من هدف تاريخي. التفوق الحركي، التفوق البدني كان السلاح، تفوق الضغط كان السلاح اللي قلل فارق الجودة زي ما شفنا طوال الشوط الأول. والهدف المبكر خلى برشلونة مرتاح، مش مضطر يستعجل يسجل، بالتالي كان يملك الكرة بهدوء. ريال مدريد اللي أصبح مضطر يفتك الكرة أكثر، فصرنا نشوف في بوادر خطورة لبرشلونة، لأنه مع استعجال مدريد تصير مساحة على اليمين مساحة على اليسار، ما خلقت فرص كافية بالشوط الأول. لكن خلينا نحكي كنا نشعر أنه برشلونة أخطر بكثير. الفوز بمعركة خط الوسط في الشوط الأول خلتنا نشوف ريال مدريد ما بسدد ولا تسديدة على شتيغن، خلتنا نحكي ببساطة برشلونة استحق تقدمه 100% في هذا الشوط، كان متفوق هجوميا ودفاعيا. دفاعيا ريال مدريد كان مش قادر يلقى بيلينغهام خلف المهاجمين تماما، وما قدروا يحطوا جونيور أو رودريجو بأي موقف واحد لواحد خطير طوال الشوط، بل إنه رودريجو من كثر ما انزعج من موقفه صرنا نشوفه يروح جناح أيمن، مع إنه الخطة فيها مهاجمين مش ثلاثة. في حين برشلونة كان مرتاح أكثر، فيرمين لوبيز كان بيلعب بأريحية، يقع بين خط الوسط وخط الدفاع لمدريد، تشوفوا جانب جوندوغان مرتاحين، الكل بيسلم وبيسلم بأريحية، فيليكس مع بالدي بياخد واحد لواحد، نفس الشيء على الجهة اليمنى. بالتالي ريال مدريد ما كان مسيطر، ما كان قادر يطلع، ما كان قادر حتى يهجم، وبرشلونة كان مستحق هذا التقدم 100%. طب شو اللي قلب الأمور في الشوط الثاني وخلى ريال مدريد يطلع منتصر وأيضا مسيطر على 40 دقيقة في الشوط الثاني؟ البداية كانت قوية جدا من برشلونة، شفنا عارضة بعد رأسية إنيغو مارتينيز، ثم متابعة لأراوخو يتم التصدي إلها بآخر لحظة. هذه اللحظة هي لحظة المباراة، لأنه لو جاء الهدف الثاني بنسبة 99% كنا الآن نتكلم عن فوز برشلونة وذكاء تشافي وعمله الصحيح. وتشافي لهذه الدقيقة كان عم بيشتغل صح 100%، وأنشيلوتي لهذه الدقيقة كان عم بيصبر وبراهن على شيء مش معروف يصير، لكن بعد هيك حس إنه لا، الأمور مش صح أبدا ولازم أتدخل.
فكان الدفع الأول بكامافينجا. كامافينجا دخوله حسن الفريق أكيد كلاعب، لأنه فاد الفريق بالصعود بالكرة، فضغط برشلونة صار تأثيره أقل، لأنه أصبح عند ريال مدريد لاعب إضافي تقني على الكرة ممتاز، لما ترجع له بيعرف يرجع لك ويمرر ويطلع فيها عكس مندي. هذا جانب جيد. لما يصير الكرة بالثلث الثاني هم طالعين، في لاعب بيعرف يتمركز وبيعرف يسلم ويسلم ويعرف لمين يمرر عشان يفكر لقدام بالهجمة، أيضا هذا تحسن كان لريال مدريد. لكن مش كامافينجا كان القصة بس، لأنه مع دخول كامافينجا كان واضح في تعليمات من أنشيلوتي لرفع حدة الضغط عند ريال مدريد، وهذا الشيء كان مش موجود في الشوط الأول. وهون تحسن ريال مدريد، استحوذ على الكرة أكثر، امتلك الكرة، وصرنا نشوفه أكثر وأكثر في ملعب برشلونة. حاول زي ما شفنا تشافي يدخل ليفاندوفسكي في تلك اللحظات على أمل يستفيد من خبرته ويرتكز عليه، لكن الأمور كانت عم تفلت منه، لأنه كان عم بينزل أيضا مودريتش ومين كمان خوسيلو بدل رودريجو، أما مودريتش فكان بدل توني كروز. ومرة ثانية اليوم التغيير ما كان بالأسماء، الأسماء مش هي المشكلة، كانت طريقة مقاربة اللقاء، لأنه بعد ما نزل مودريتش وخوسيلو الفريق تغير شكله. الفريق صح ببلش 4-4-2، لكن بعد هيك صرنا نشوف فالفيردي بروح على اليمين أكثر، 4-3-3، جونيور صار يروح على اليسار أكثر، صرنا نشوفه بينطلق من بعيد، وهذا اللي كان ناقص جونيور في مباراة اليوم، يكون عنده مسافة يسلم وينطلق، مكان يستلم فيه الكرة بدون ما المدافع يكون ملزق فيه لحظتها، وهذا تحسن، ما خلق كثير ضجة، لكن أصبحنا نشوفه أكثر. أيضا لما فالفيردي صار في اليمين، الدفاع برشلونة اضطر ينتشر، وهناك كان مودريتش اللي لما نزل بحريته بمرونته بتحركه يمين يسار استلام الكرة وإدخال اللاعبين في جو اللقاء كأنه سمح للجميع كلهم يلعبوا، هذا كله حسن من فكرة ريال مدريد في أرض الملعب. عشان هيك دائما أنا عندي مأخذ على خطة ريال مدريد اللي ببدأ فيها أنشيلوتي اللي هي 4-4-2 على شكل الماسة، هذه بتكون حلوة وانت مستحوذ وانت مسيطر وانت ماسك الكرة، لكن لما تكون مش قادر تستحوذ 100% ومش قادر تفرض كلمتك حتشوف انه فيها مشاكل دفاعية، الأطراف دائما بتواجهوا واحد لواحد، وهجومية ما بتقدر تجبر الخصم انه ينتشر وتدخل بمساحات عنده لأنك مش ماسك الكرة 100%. لما صارت هذه المرونة الأكبر بالفريق صرنا نشوف مساحات أكبر لعيبة ريال مدريد، شفنا تشواميني بسدد تسديدة قوية جدا، شفنا أيضا بتلك اللحظات انهيار بدني ملموس على برشلونة، اللاعبين اللي ضغطوا أول ساعة وما استفادوا من ضغط الساعة اجت لهم فرص عارضتين وأضاعوا هذه الفرص وأضاعوا لحظات التفوق هذه، وحتى كان في كرات تدخل منطقة الجزاء كان بدها قرار صح، عقوبتها معروفة في المباريات الكبيرة، انت بدنيا راح تنهار ما راح تقدر تجاري، خصوصا خط وسط بجودة خط وسط ريال مدريد اللي هو أساسية واحتياطية سوبر ستار في خط وسط كرة القدم. وهون كان في هدف من لا مكان، صاروخية من بيلينغهام فعليا بتقضي على ما تبقى من طاقة في برشلونة. ربما هذه اللحظة بتخلينا نفهم انه مشكلة ريال مدريد ما كانت جودة اليوم، بالعكس ريال مدريد ما عنده مشكلة جودة ابدا، ريال مدريد كان عنده مشكلة اسلوب وشكل بحد من اطلاق اللاعبين لجودتهم وطاقاتهم، لما تحرروا شفنا اللي صار في نهاية اللقاء. انا برجع اقول انه انشيلوتي كان عارف انه لو صمد 1-0 للدقيقة 60 حيقدر يرجع في المباراة، لانه شايف اللي بيعمله برشلونة تضحية بدنية مجنونة، وعارف انه اللي بيقوموا فيه شيء مذهل مستحيل يستمر 90 دقيقة، وبغياب الدكة الحقيقية عند تشافي كان طبيعي لما يطلع لاعب ينزل لاعب اقل منه فيتراجع الفريق. تشافي حاول ينقذ نفسه، حاول ينقذ فريقه باخر 10 دقائق، لجأ للاستحواذ العادي، او خلينا نسميه الاستحواذ من اجل الاستحواذ، مشي الكرة قلل الريتم ونجح في ذلك، ووصلت الدقيقة 91 و92 والامور تمام، لكن غلطة دفاعية واضحة جدا، غلطة بأنه لاعب يلعب عرضية مرتاح، غلطة بأنه أنت بعد ذلك ولا حدا مراقب بيلينغهام اللي واضح أنه بيركض أمام 2-3 مدافعين، فسجل الهدف من هفوة دفاعية غير مفهومة، مش لأنها الكرة بس ضربت بالأرض، بالأخير بيلينغهام لوحده، حتى لو الكرة ما ضربت للأرض شو لو وصلته وهي عالية. ومن هذه اللحظة كان فوز ريال مدريد، صبروا فازوا، أسلوب تعودنا عليه من أنشيلوتي. برشلونة ربما الإصابات كانت جزء كبير من مشكلته هذا الموسم، ربما مشكلته دفاعية هذا الموسم، مش أول مرة منشوف هفوات دفاعية عنده هذا الموسم. على كل حال سباق الدوري مفتوح، هفوة واحدة من ريال مدريد بعد أسبوع وأسبوعين وكأنه ما صار شيء، في حين برشلونة مع خسارة اليوم صار لازم يحسبها بالنقطة. منقول مبروك لريال مدريد وهارد لك لبرشلونة. بس قبل ما أختم الحلقة في لاعبين لازم أحكي عنهم. فيرمين لوبيز قدم مباراة عظيمة بالنسبة لعمره، مباراة عالية الجودة، عالية الوعي،
مباراة بتخليك تقول هذا الولد حرام يرجع احتياط، خلوه دايما يلعب عشان يتطور أسرع ويفهم أكثر المباريات الكبيرة. لو خليته أساسي رح يجي له يوم يومين ثلاثة سيء، بس مبين عنده إشي بتراهن عليه لقدام. أما اللاعب الثاني جود بيلينغهام، اللاعب اللي أنا عجزت عن قصته وفهمها يا أخي، كان ممتاز بدورتموند ومع منتخب إنجلترا، وأنا عملت عنه ثلاث مقاطع فيديو قبل ذلك أتكلم عن جودته وأهميته وفوائده، بس عمري ما توقعت انه تكون بدايته بهذا الجنون، بهذا الحسم، بهذه القدرات، بهذه الشخصية وبهذه الاستمرارية. انا مش قادر افهم كيف بصير معه هيك. اتحول كريستيانو، مش جود ابدا. اهداف من اي مكان، باي وقت، باي طريقة. نوصل هون الان لنهاية هذا الفيديو. كنت معكم انا محمد عواد، موجود في فيسبوك، تويتر، انستغرام وتيك توك كمان، والسلام عليكم ورحمة الله.